شفتي حصة إسراء؟ خليهم من هون ورايح يعرفوا كيف يتعاملوا معي أنا. علمتهم كتير منيح، كتير منيح. أنا كم مرة قلت لك خليك صريح معي ولا تكذب؟ 100 مرة. ليش شو في كمان؟ وصلوا للمبالغ يلي حولتوا لبرات البلد يا أستاذ. بس أنت منيح حياتي؟ بس كيف؟ إذا أنت طلعت على المحكمة بيخلونا نصفى على الحديدة. كيف حتى صار هيك؟ معقول؟ ما عاد في قدامنا غير نعمل اتفاق. ها؟ انتو شو عم تعملوا هون يا أولاد؟ أمي اقبلي بالاتفاق، خلينا ننهي الموضوع. ما تخافي حبيبتي، بدنا نحل كل شيء، لا تقلقوا. ادخلوا انتو وانا رح الحقكم بعد شوي. يلا. خير شو بدك رنين؟ عارفانة شو اللي عم يصير انتي؟ مو بس براء بيك عم يخسر، امي كمان عم تخسر اذا ما تراجعتي هلأ. بكفي رنين، هاي المرة صار لسنين عم تتعرض للخيانة واجت لعندي لأخذ لحقها، بدك يعني خونة معقول؟ أنا بس اللي عم قلك يا مكتب جوهر للمحاماة بوضع كتير صعب أختي، نحن بوضع صعب، إذا نحن منخسر بتكوني عم تموتينا، فهمتي؟ تعالوا لعندي بعرض أقوى لكان، ما عندي خيار تاني مشانكم.